حياكم الله مشاهدينا. مثل ما شفنا بالتغرير النفط، وان شاء الله يا رب ان هذا يعني يزيد ما ينقص. ويانا ضيوفنا اللي منورينا بالاستديو، المهندس عبد الله العصيمي ومدير مجموعه التخطيط الشامل في الشركه الكويتيه للصناعات البتروليه، والمهندس علي العجمي مدير مجموعه الخدمات الفنيه للشركه الكويتيه للصناعات البتروليه المتكامله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. يا اهلا وسهلا فيكم. يا اهلا وسهلا فيك، شكرا على الاستضافه. اليوم يعني مثل ما شفنا بالتغرير هذه المصفات وتصدير اول شحنه للبترول عدل من مصفات الزور، احد المنتجات، احد المنتجات. نعم. حلو، هذه كمرحله اولى. نعم. بالبدايه مهندس عبد الله، نبي نبسط للمشاهد شنو هذه الشحنه وشنو اللي قاعد يصير في مصفات الزور. نعم. بداية خلني أتكلم عن مصفاة الزور، شنو الهدف من إنشائها. طبعا مؤسسة البترول عندها استراتيجية هذه طبعا طموحة، اللي هي 2040. الاستراتيجية هذه معنية كذلك في تطوير صناعة التكرير داخل الكويت. المصفاة الرابعة أو المصفاة الزور هذه أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الهادفة إلى يعني النمو في صناعة التكرير بالكويت. المصفاة راح تضيف 615 ألف برميل لتكرير النفط الكويتي. هذه راح تمثل تقريبا 43% من يعني خلينا نقول إجمالي الطاقة التكريرية بالكويت. راح ترفع الطاقة التكريرية لمصافي الكويت من 930 تقريبا ألف برميل إلى 1.4 مليون برميل. فيعني إضافة كبيرة. منتجاتها متميزة، معظمها صديقة للبيئة، راح يتم يعني تسويقها يعني سواء بالسوق المحلي أو السوق العالمي. اللي تفضلت فيها الشحنة كانت هي أول شحنة من مصفات الزور، مادة النافثة. هذه طبعا مادة النافثة تدخل في صناعة البتروكيماويات، سميها النافثة بتروكيميكال نافثة. فلله الحمد بعد التشغيل التجاري في 6 نوفمبر كانت باكورة المنتجات هذه هي تصدير هذه يعني خلينا نقول الدفعة الأولى من منتجات المصفات. ممتاز. ممتاز. مهندس علي، يعني احنا سمعنا ان مصفات الزور هذه أكبر مصفات في العالم، صحيح هذه المعلومة ولا لا؟ نعم طبعا، مصفات الزور هي مصفاة ضخمة، هي مجمع تكرير ضخم، تعتبر أكبر مصفاة في العالم تبنى في مرحلة واحدة. الطاقة التكريرية لمصفاة الزور 615 ألف، مساحتها تبلغ مساحتها 16 كيلومتر مربع، تحتوي على وحدات ضخمة لتكرير البترول. كذلك توجد هناك جزيرة صناعية ضخمة على بعد 16 كيلومتر من الساحل. هناك رصيف لتصدير الكبريت، فيها أكبر مجمع لاستخلاص الكبريت من زيت الثقيل، فهي مصفاة ضخمة بجميع النواحي. مجموع الخزانات في مصفاة الزور 88 خزان، تبلع الطاقة التخزينية لهذه الخزانات أكثر من 16 مليون برميل. فهي بكل الأرقام، بكل المقاييس الهندسية، يعتبر مشروع ضخم متميز على مستوى العالم. يعني إذا مشروع بهذه الضخامة يمكن يثير التساؤل والمخاوف إن هل ممكن يأثر على البيئة خاصة في الكويت اللي هي دولة صغيرة؟ نعم صحيح. طبعا مصفاة الزور تعتبر من المصافي الصديقة للبيئة، حيث تم تزويد المصفاة بتكنولوجيا حديثة، اللي تم تزويدها بوحدات خاصة لمنع الانبعاثات الغازية. هناك وحدات لاستخلاص غاز الشعلة. جميع الانبعاثات من مصفاة الزور تخضع لرقابة على مدار الساعة. كذلك المنتجات، أغلب جميع المنتجات من مصفاة الزور هي منتجات صديقة للبيئة، مطابقة لأحدث المواصفات العالمية. من أهم المنتجات اللي راح تطلع من مصفاة الزور اللي هو زيت الوقود منخفض الكبريت، راح يتجه في معظمه إلى محطات الكهرباء في دولة الكويت. وهذا الزيت المنخفض الكبريت سوف يعمل على تقليل الانبعاثات من محطات إنتاج الطاقة بشكل كبير جدا. فهي بكل المعايير الهندسية والفنية
تعتبر مصفاة صديقة للبيئة. طيب الزيت هذا يعني راح يروح لمحطات توليد الطاقة الكهربائية عدل؟ صحيح. زين الحين يمكن أغلب العالم يشوف توجه العالم إنه استغناء عن النفط، وإن التطور يعني النفط يعني ما راح يدوم، وقاعد يسوون مشاريع إنه يعني الطاقة البديلة مثل ما يقولون. صحيح. يعني ما خوفكم هذا الموضوع إن العالم ممكن يعني بعد يمكن 10 سنوات 20 سنة الناس ما يعني الدول ما تبي النفط نفس الحين؟ وشيء ثاني مثل ما تفضلتوا هذه مرحلة أولى، المرحلة الثانية في مرحلة ثالثة، ومتى تقريبا المراحل هذه تخلص كلها؟ المصفات طبعا صممت في يعني خلينا نقول تصاميم استراتيجية، يعني هي مسماها مصفات الزور لكن فعليا هي 3 مصافي مصغرة. إذا تكلمنا عن الطاقة يعني طاقة التكرير 605 أشعة فهي عبارة عن 3 مصافي 205 ألف لكل مصفاة. تم الانتهاء من التشغيل التجاري الكامل لأول مصفاة، إن شاء الله في يعني الشهر القادمين راح ننتهي من المصفاة الثانية، كذلك بدأنا في مراحل تشغيلها، في السنة القادمة على نهاية الربع الأول راح نشغل المصفاة الثالثة. نتكلم عن استغناء عن العالم عن الاستغناء عن خلينا نقول النفط الفوري أو الهيدروكاربونز. جميع الدراسات تشير أن راح يكون في هناك اعتماد وطلب على الـ يعني خلينا نقول الطاقة التقليدية أو الحفورية. هل لازم يعني خلينا نقول يكون في هناك يعني تبديل؟ نعم، في السنوات راح نشوف أن الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات يعني خلينا نقول متجددة، كذلك إحنا في المؤسسة عندنا هذه المبادرات دائما نبحث عن مشاريع الهدف منها إيجاد يعني الطاقات البديلة متجددة، ولكن النفط محتاجين والحاجة إليه سواء للتنقل أو توليد الطاقة راح يستمر إلى ما بعد 2050 إن شاء الله. هذا بالعالم كله. بالعالم كله. يعني إحنا قاعد طمننا، إحنا كنا دولة نفطية قاعد نحاتي صراحة. لا وفي ازدياد، يعني في ازدياد، يعني لا ننسى إحنا اليوم العالم قاعد يعني يعيش يعني الدول قاعدة تنمو، يعني مناطق السكنية بالعالم والسيارات كلها في نمو وفي ازدياد. طيب مثل ما تفضلت المرحلة الثانية والثالثة نفس المنتجات اللي هي في المرحلة الأولى، ولا في أشياء ثانية أو مواد ثانية راح تصدرونها؟ خليني أتكلم عن شنو راح تنتج المصفاة. مثل ما تفضل بشكل علي، زيت الوقود منخفض الكبريت، عندنا كذلك اللي احنا نسميه اللي هو الديزل طبعا، اللي هو كذلك مطابق للمواصفات الأوروبية، كذلك ديزل منخفض الكبريت، عندنا الكيرو اللي هو مقصود في وقود الطائرات، وعندنا النابثة، وفي هناك طبعا الكبريت وخلافه. هذه المنتجات كلها راح يعني يتم انتاجها من 3 مصافي. اوكي، دامكم ذكرتوا مادة النابثة، يعني الكويت صدرت اول شحنة من مادة النابثة من خلال مصفاة الزور، ودنا لو توضح لنا شنو هذه المادة وشنو أهمية تصدير هذه المادة. طبعا بعد الإعلان الرسمي لتشغيل الكامل للمصفاة الأولى في مجمع مصفاة الزور في 6 نوفمبر، الشركة قامت بتصدير اول شحنة من مادة النابثة في يوم بدل عمليات الشحن في 15 نوفمبر. هذا يوم تاريخي وإنجاز تاريخي لكيبك، معناته أن التشغيل الفعلي بدأ لمصفاة الزور. مصفاة الزور أصبحت تصدر بشكل رسمي منتجات عالية الجودة إلى الأسواق العالمية. أصبحت مصفاة الزور مصدر رئيسي يعتمد عليه في الأسواق العالمية. هل زاد الطلب بعد افتتاح المصفاة؟ نعم، هو طبعا بعد الأحداث الأزمة الحالية في أوروبا وارتفاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات البترولية، خصوصا المنتجات عالية الجودة، فكان تشغيل مصفاة الزور يناسب في وقت جدا جميع هذه المنتجات مطلوبة في السوق الآسيوي أو السوق الأوروبي معدلات عالية جدا، مما إن شاء الله سوف يساهم في تعظيم العائد المالي
لكبك خلال السنة المالية الحالية والسنة المالية القادمة بإذن الله تعالى. طيب المشروع هذا مشروع ضخم وكبير وعلى مستوى العالم، يعني أكبر مصفات على مستوى العالم، لكن هل في صار توأمة مع شركات خارج الكويت استعنتوا فيها، ولا كان كله شركات شركة النفط الكويتية ويعني الشركات التابعة لها تأسيس كتأسيس؟ طبعا كتأسيس احنا خلينا نتكلم عن تشييد المصفات. المصفات تم تشييدها وبنائها، وكذلك حتى مرفأ الغاز استيراد الغاز المسال الطبيعي، هذه طبعا تم تأهيل مقاولين عالميين، والمقاولين هذولا يعني لهم يعني خلينا نقول الخبرة الكبيرة في تشييد نفس هذه يعني خلينا نقول وحدات الإنتاج، فتم تأهيلهم يعني على معايير عالية، وهم اللي كانوا طبعا يعني اللي فاز بالحزم هم اللي تولوا تنفيذ وتشييد المصفات هذه. لكن كتأسيس الشركة طبعا هي احنا استعنا في مستشار وتم يعني لي يعني اقتراح استراتيجية يعني اقتراح الرؤية للشركة والهيكل التنظيمي. نعم. طيب الأسواق اللي مركزين عليها أو الأسواق اللي راح تصدروا لها العالم كله، ولا في سوق آسيوي مثلا سوق؟ طبعا مصفات الزور من المصافي التي سوف تنتج منتجات عالية الجودة، في خاصة في مطابقة المواصفات العالمية البيئية. الأسواق المستهدفة هي مستهدفة الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية. طبعا اللي يقوم بدعم الشركة الكويتية للصناعة البترولية المتكاملة مؤسسة البترول الكويتية قطاع التسويق العالمي. قطاع التسويق العالمي عنده استراتيجية للتركيز على الأسواق الآسيوية والأوروبية للجودة العالية لمنتجات مصفات الزور. مهندس عبد الله والمهندس علي، يعني قبل الختام لأن الوقت قاعد يداركنا شوي، نبي بس نوضح حق المشاهدين يعني شركة كبك هي أحدث شركة ضمن الكي بي سي. صحيح. تم إنشاءها. وهي مختصة وين؟ عفوا، مختصة يعني إدارة تشغيلها وإنتاجها. هي طبعا تم إنشاءها في تقريبا نهايات 2016، هي يعني خلينا نقول الذراع الأيمن لمؤسسة البترول في يعني لعمليات التكرير، يعني جنب إلى جنب مع شركة البترول الوطنية الكي ام بي سي. احنا راح يعني موقعنا في الزور، مجمع متكامل، مرفأ استيراد غاز طبيعي مسال، مصفات، وإن شاء الله بالمستقبل راح يجي كذلك مجمع البتروكيماويات اللي راح يكون له إضافة كبيرة لمخرجات المصفات، راح يتم تكرير بعض المخرجات من المصفات يعني خلينا نقول تعظيم القيمة المضافة على الموارد الهيدروكربونية، راح ينتج المواد يعني الأوليفينات والبلاستيك والأطريات وقود السيارات كذلك البنزين. المجمع هذا إن شاء الله بس يتكامل يعني راح يكون من أكبر المجمعات في صناعة النفط والغاز، يعني إذا مو بس بالخليج حتى في المنطقة البدليست كذلك. ممتاز. احنا نتمنى لما يعني تخلص المراحل كلها والمرحلة الأخيرة ويعني تخصونا في لغاء أو تغرير على الأقل نغطي هذا العمل الجبار اللي قاعد تقومون فيه. كل الشكر لكم إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق يا رب. شكرا. شكرا جزيلا. كل الشكر لكم ويعطيكم العافية على تواجدكم اليوم معنا في ليالي الكويت. مشاهدينا راح ننتقل لفقرة الزميل سعود المزاعل، وراجعين نكمل معاكم باقي فقرات ليلتنا اليوم من ليالي الكويت.